انا محمود فادي والنهارده بقدم لكم نصيحه جديده مع برنامج رحله مع كلبك السؤال بيقول الكلب بياكل كام مره في اليوم ده بيعتمد على هو عمره قد ايه وعلى صحته ومجهوده وطاقته الكلاب من ويا جراوي بتبتدي ممكن تاكل 3 ل 4 وجبات في اليوم لحد 6 شهور ومن 6 شهور لسنه بتاكل وجبتين وبعد السنة بتاكل وجبة واحدة خلونا نفرق بين الكلب لو كان اندر ويت واوفر ويت اوفر ويت وزنه أعلى من الطبيعي لو لقيت وزنه أعلى من الطبيعي قدامك حل من الاتنين لا إما بتشيل وجبة خالص من الوجبات على حسب مراحل العمرية اللي قلنا عليها أو بتقلل الكمية وأنا أفضل في الأول بنقلل الكمية اللي بتتحط قدامه لو كلب اندر ويت ممكن تبتدي لو وزنه أقل من الطبيعي لا تزود وجبة أو تزود الكميات بتاعت الأكل خلينا أوضح لكم نقطة لو قلنا مثلا احنا قلنا كلب بعد السنه بياكل وجبه واحده طب لو كلب بعد السنه وكلب ووركينج او كلب سبورتنج بيعمل مجهود عالي جدا يوميا بيجري مثلا 3 4 5 كيلو في اليوم لو انا اكلت وجبه واحده هو هيخس وهيضعف ومش هيقدر يديني المجهود ده فبالتالي ممكن اكل وجبه اضافيه اه معنى كده ان البرنامج الغذائي ده طبيعي الا لو في حاجات كلب اندر ويت اوفر ويت كلب بيعمل مجهود كبير وده طبعا على حسب ارشادات الدكتور اللي بيأكدها ويقولها لك بالظبط تابعوا معانا كل جديد. جديد واوعى تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان تشوف حلقاتنا الجديده سلام عليكم